دونك النصيحه ديالنا اليوم هي كما قلت ملي كناخذوا شي طريقه كاع الطرق موالمه بالنسبه للنساء، وغير هي قبل ما نديروا اي طريقه ديال منع الحمل ولا بد من الفحص عند الطبيب، سواء طبيب عام ولا طبيب نساء وتوليد، دونك باش كيعرف لينا التاريخ الطبي ديالنا شنو الموانع اللي كتمنع لنا دابور الحمل، واللي كتمنع لنا الطريقه ديال الموانع الحمل، وباش كنعرفوا نيتستري لو باش كنعرفوا من شنو النوعيه اللي خصنا نعطيو للنساء. دونك هذه اهم حاجه. ملي كناخذوا عاوتاني المنع الحمل كنعاودوا كنديروا استشاره طبيه باش كنشوفوا ديك المانع واش جا معنا، واش المانع الحمل واش ما عندوش ما عطاش مضاعفات، دونك حتى الا عطى مضاعفات كيخصنا نبدلوه. وفي نفس الوقت كما كنوصيو هي خصنا ناخذوا طريقه المنع بطريقه منتظمه، دونك سيتادير نقطعوا في الوقت اللي خصو يتقطع ويتخاد في الوقت اللي خصو يتقاد، وما نبقاوش نخربقوا في ما ناخذوش بطريقه عشوائيه. يعني ديك العشوائيه اللي كدير لنا مشاكل ديال الخلل الهرمونات، وهي اللي كدير لنا مشاكل اما كيجي حامل غير مرغوب فيه، واما كدير لنا مشاكل نزيف، مشاكل في الدوره الدمويه. بالنسبه للطرق كلها مزيانه، كل الطرق، دونك كل مراه كنقولوا شاك فام عندها سا بيلول، شاك فام عندها سا موين كاتر كونتراسيبتيف، دونك كل مراه عندها الطريقه النوعيه اللي كتصلح ليها. اي من هادشي داكشي علاش خصنا ولا بدا ما نديرو الفحص ونتبعوا النصائح الطبيب ونصائح الصيدلي اوسي، الصيدلي راه الى باش حتى كيكمل من اجل الارشادات الطبيه. فوالا.